هبا وفو فو يابا. انا يمني تلاقيني والقلب فلسطيني، بزفاف احييكم واحيي اللي جيني اللي جيني اللي جيني واحيي اللي جيني. انا يمني وفلسطين تسري بشراييني، في القدس نبض قلبي وبغزة ضيا عيني ضيا عيني ضيا عيني وبغزة ضيا عيني. انا يمني مع الاقصى طول عمري وسنيني، انا يمني مع فلسطين في كل عناويني 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 في كل عناويني. انا يمني وفلسطين تسري بشراييني، في القدس نبض قلبي وبغزة ضيا عيني ضيا عيني ضيا عيني وبغزة ضيا عيني. انا يمني مع الاقصى طول عمري وسنيني، انا يمني مع فلسطين في كل عناويني 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 في كل عناويني. قال دمجنا الفرح بالحرب والسلم بالنفير، أقمنا الزفاف وإحنا على محور القتال، طبول الفرح تقرع وصاروا خنا يطير، لهذا السبب بشار أعلم بالاحتفال. لك يا نجم ما شفت له نظير في الواقع الملموس ولا في الخيال، وفرحة حتتناقل على الناس بالأثير، بهالصايدي قد صار الأول بلا جدال. النجم يحتفل به كل الأحبار، عم عم السلام في كل ديرة، وابتهج بالعريس أهله والأصحاب. وبشار هذا اليوم أصبح كما المشير، لها الناس تتغنى وتنشد على الوصال، فلا ينتظر لحظة ولا عاد يستشير، عيغنم حياته جنب محمودة الخصام. هذا اليوم يعني لها الكثير، وما يطرح من كان في حوزته رجال، عرسنا اليماني
بلغوا حضرة السفير يأمن خطوط الجو ويأمن المجال، وعبده باسل شاركوا أحمد المسير. علشان بشار قابل يحمل الجبال، قد الناس بتراعي لهذا الفرح كثير. عرس مختلف يا ناس عن أي كرنفال، هنفرح ونتعرس وما شاي يصير يصير، وتفرح يمنا من جنوبه إلى الشمال وسلامتكم. لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب في الفيديو وتفعيل الجرس لكي يصلك كل جديد على قناة كريم القادري.